مريم السفياني، طالبة كلية علوم طريق جديدة، تخصص علم الأحياء. قريت مدة 3 سنوات في كازا، من بعد تزوجت مشيت للبادية، سكنت فيها مدة ديال 6 شهور. من بعد قررنا أنا وراجلي باش نديروا واحد المشروع صغير وننتقلوا لهنا لكازا. المشروع اللي فكرنا فيه هو مواد غذائية طبيعية من أصل طبيعي، يعني مواد غذائية اللي جاية من البادية 100% طبيعية، بدون مبيدات بدون إضافات، اللي يمكن أي واحد يتناولها بلا ما تكون خطر على الصحة ديالو. هاد المنتوجات هي مشتقات ديال الدقيق، يعني البلبولة، القمح، دقيق الذرة، الزميطة البلدية اللي كنا كنعرفوا شحال هادي اللي كيديروا جدادنا، يعني الزميطة البلدية نيت، السمان، الزبدة، البيض، العسل، التومة البلدية أيضا، كاينه الكامول البلدي، النافع، زيت العود، زيت أرغان. هاد المنتوجات كنجيبوهم من البادية، يعني الأصل ديالهم منين جايين من البادية، كنتقداوهم من تما وكنجيبوهم عند الناس اللي هما فقراء، اللي هما فلاحة بساطين، اللي هذه هي المورد العيش ديالهم، كيبيعوا الحبوب من بعد ما كيزرعوها وكيبيعوا، يعني هذا هو مورد الرزق ديالهم. حنا كنجيبوها من بعد كنقيوها، كنغسلوها، كنديروها في قفيفات وهذا، وكنجيبوها لهنايا، عاد من بعد كيتم التوزيع ديالها في الداخل، يعني في الزبناء ديالنا. من بعد ما كنجيب هاد المواد كنشوف الطلبيات اللي عندي، يعني انا عندي جروب فيسبوك، كنشوف هاد الطلبيات وكنكتب كل واحد اشنو عنده، اشنو اللي طلب. من بعد كنوجد دوك القفيفات، كندير جويان هكا ديال الوراق وكنقاد داكشي، كنوصلهم للناس حتى للدار ديالهم. اللي عليه اقبال كتر هما مشتقات الدقيق، يعني الدقيق، البلبوله، سميدات القمح البلديه، وايضا الزبده، الناس كيطلبوا الزبده بزاف، زبده بلديه، السمن، الزيتون بلدي حتى هو، والزبيب. هادو هما المواد اللي عليهم اقبال كتر. الطموحات ديالي هو يكون عندي واحد المحل اللي نقدر نعرض فيه المنتوجات ديالي، هكا يمكن الزبائن يجيو عندي زعما بسهوله بلا ما نضطر انني نتحول. وعلاش لا يكون عندي شي وسيله ديال التنقل اللي يمكن ليا بطريقه هي نوصل للناس، حيت دابا كنستعمل غير طاكسي اولا طاكسي صغير او كبير، يعني كنلقى صعوبه في انني نوصل. هي بجوج، عندنا منتوجات موسميه وعندنا منتوجات اللي كنجيبوها وكنستوكيوها في الدار عندنا، كنشريوها بكميه كبيره بحال الزبيب، كنشريوه في الوقيته اللي كيكون الزبيب موجود بحال هاد الوقيته دابا، وكنستوكيوهم من بعد كنبقاو نبيعوه، يعني عادي. المنتوجات الموسميه حتى هي كتكون عندنا، ولكن كيف قلت لك يعني ضروري خص المنتوجات كاملين يكونوا عندك، الزبون ملي كيطلب راه خاص يكون عندك جميع المنتوجات. كنديروا ايضا حتى الاعشاب وهذا، يعني حتى هما كنجيبوهم، كنيبسوهم، كنخليهم عندنا واحد المده حتى هما مطلوبين. الفكره ديال المشروع كانت عندي شحال هذه، لانه ديجا هذا التخصص ديالي، يعني انا قريت علم الاحياء وكنت بزاف متاثره بالتغذيه، يعني التغذيه بكل ما هو طبيعي، بالخميره البلديه، بالدقيق القمح، بدقيق الشعير، يعني في ظل هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا ديال لي ساندويتش وديال المواد اللي هي المصنعه اللي كتسبب في سرطانات وفي امراض. جاتني الفكره علاش لا ما نديرش هاد المنتوجات هادي، وكانت صراحه هي فكره فريده من نوعها، ما سبقش لتا شي حد دارها. منتوجات بلديه توصلهم حتى للدار، الناس الا بغاو شي منتوجات طبيعيه راه كيمشيو للبلاصه فين كيكونوا العطاره او فين كيكون الرحبه، ولكن ما كتكونش واحد الجوده، يعني ما كيكونش واحد النقاء، ماشي داكشي اللي باغي الزبون. الناس كيتواصلوا معايا كيف قلت لك على عن طريق الجروب ديالي، جروب واتساب البلدي عند مريم، كيدخلوا كيحطوا طلبيات ديالهم عندي في الخاص، او لا درنا واحد الفلاير اللي فيه الهاتف وفيه الاسم وفيه زعما المنتوجات اللي عندنا. من بعد كيتوصلوا بلائحه المنتوجات والاثمنه اللي كاينه عندنا، وكان كيطلبوا داكشي اللي بغاو، من بعد كنوصلوا لهم حتى للدار. المشروع كان بالدرجه الاولى ماشي انني نعاون داري اولا شي حاجه، لانه كان قرار ديالي انا وراجلي من شحال هذه، يعني حنا بزوج بينا خدينا هذا القرار ديال اننا نديروا مشروع اللي كيجمعنا، اللي كان الهدف ديالنا بجوج كنحققوا فيه. هو كيعجبو كل ما هو كوميرس، التجاره وهذا الشيء، يعني كيعجبو البيع والشراء وهذا، وكي كي كيتقنوا. وانا كيعجبني منتوجات بلديه نحطها نوصلها للناس اللي هي نقيه، اللي ما فيهاش مواد ضاره. الهدف كاين الربح طبعا، كيكون واحد الهدف مادي، ولكن من غير الهدف مادي كاين انك كتحطي في السوق واحد الحاجه اللي الناس محتاجينها. يعني بالدرجه الاولى انا لما فكرت لهذوك الناس اللي كيكونوا بالدرجه الاولى خدامين ما كيقدروش، يعني بحال هاد المنتوجات ما عندهاش الوقت السيده انها تمشي للسوق وتقداهم، ما عندهاش الوقت انها توجد وتطحن وتقاد داكشي. انا بالدرجه الاولى فكرت في هاد الناس انهم علاش لا ما يكونش كلشي يكون مواد نقيه، علاش غنمشيو ناخذوا مواد اللي هي واجده. عندنا ايضا فكره ديال نديروا منتوجات واجده، يعني بحال الخبز، بحال يعني مواد غذائيه مصوبه في الدار واجده. بالنسبه لي انا زبونه ديال مريم، دائما تنتعامل معاها. المهم التعرف ديالي على المنتوجات ديالها كان في الفيسبوك، تارني الاسم ديال المجموعه اللي كانت دايره. دخلت قلت بما انها قريبه لي علاش لي ما نجربش، جربت وفعلا كان التعامل ديالي معها. اول مره في رمضان كانت جات، عجبني التعامل، عجبتني المنتوجات ديالها، وبحكم اني اولا ربات بيت تنبغي شي حاجه اللي هي طبيعيه وبيو بالنسبه ليا وبالنسبه لولادي. خصوصا هاد الحمله ديال بيو ولات، يعني كاين بزاف ديال الناس اللي كيقدموا منتوجات على انها طبيعيه. بالنسبه لمريم علاش فضلت اني نتعامل معها، لانها تجيب شي حاجه من عندهم، من البلاد ديالهم، وكاين شي حوايج اللي هي تصايبهم بيديها. تناخذ من عندها الطحين ديال الزرع، خديت الحامض لانه ما فيهش ديك الصودا، خديت الزرع، الشعير، القمح، خديت الخروب، خديت المهم منتوجات متنوعه. الاسمنه تجيني اسمنه عاديه، واللي عجبني اكثر في البروجي ديالها هي انا تنامن بواحد المثل هي طبقاته، هي بدل ان تلعن الظلام قررت ان تقوم باشعال الشمعة. وبالتالي كان دائما تنشجع، تنقول تستحق انها اللي يتعامل معاها، وماشي فقط كتعامل غير زعما مع طبقات معينه. الحمد لله الزبونات ديالها كاين دكتورات، كاين موظفات، كاين ربات بيوت، يعني قدرات في واحد الوقت اللي هو وجيز على انها تكسب الثقه ديال الناس اللي كتعامل معاهم. بغيت نقول باللي ماشي دائما الوظيفه هي الحل، وماشي دائما الدوله اللي غتعطيك الخدمه، ماشي دائما غتبقى تسنى شي حد اللي غيخدمك. يعني ما تبقاش جالس وكتقول لا الدوله ما خدماتنيش، لا هذا. كل واحد يبادر ويدير شي مشروع من عنده، خصوصا ان الدوله الحمد لله كتدعم المقاولات الصغرى. خاصك غير تبدا، الا دفعتي الاوراق ديالك وطلبتي شي مساعده راه كتحصل عليها. حاليا حنا كنوجدوا باش ندفعوا المشروع ديالنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكنتمناو انه يلقى اقبال ان شاء الله. المرأة المغربية دائما كتكون هازة فوق اكتافها الحمل ديال انها كتبغي توصل شي رسالة، كتبغي ما تكتفيش غير بالجلسة في الدار وبالتلفازة وصافي، ضروري كتبغي توصل شي ميساج انها كتخدم، كتثابر، كدير مجهودها، كتوصل لاهدافها. لان بالدرجة الاولى هذا اثبات لذاتك، كنتي اهداف كنتي تحققيهم، ماشي غير زعما ماشي غير الدخل المادي اللي مهم في هذه المسألة.